زملائك في المسرح اللي بدأوا مع محمد الشمراني، نجدهم ما شاء الله نجوم في الإعلام السعودي وفي السينما. محمد ليه ما نجده كبقية زملائه، علما أنه انطلقوا سواء من ناحية انتشار؟ أنت تعرف يعني المسرح بالنسبة لي ليس أولوية في حياتي وليس هدف أساسي. يعني يمكن ترتيبه في حياتي يمكن أربعة. أربعة؟ أربعة. غريب، مع أن دخولك في الإعلام والمسرح قديم جدا وتضحياتك كبيرة، تنقلت بين عدة قنوات تريد الانتشار والشهرة وكذلك فتحت. تنقلت عفوا؟ إيه، بين عدة قنوات. أيوة. نعم. تريد إيش؟ انتشار. انتشار والشهرة؟ اي نعم. لا والله ما بحث عنها ولا دورت لها، هي اللي جت محمد الشمراني. طيب لماذا لا نجد محمد في صفة زملائه؟ قبل 12 سنة من الآن، ممتاز. يعني ما أعمل جاهدا لمثل هذا، يعني أتكلم إنه والله أنت مثل، أنت خليك متواجد، لأنه أهداف حياتي تغيرت كثير، ممتاز، لأنه في أولويات كثيرة في حياتي. وفي نفس الوقت أنت لما تعطي الإعلام، ممتاز، أو التمثيل أو المسرح وقت أكبر، راح تعمل أهداف أولويات كثيرة في حياتك. فأنا باختصار ما أعطت الموضوع يعني حقه بشكل كبير. وفي نهاية الأمر التمثيل هنا، بل إنه المسرح هنا كذلك، هو مجرد يعني هنا تقصد بماذا؟ أتكلم هنا يعني أتكلم في السعودية. السعودية. أيوة. يعني هو موهبة يعني يقدمها شخص ممتاز، ليست يعني بإذن الله في القادم ممكن الوضع يعني يتغير مع الحراك الوطني المسرح، لكن يعني ليست وظيفة يعني حكومية، ممتاز، تعطيها جل وقتك واهتمامك بالحرفية العالية هذه، ممتاز، تقول والله أنا إذا بذلت جهد هنا فيها يعني راح تحقق يعني شيء مناسب لي. في النهاية أعطيك على بلاطة، يعني أنت خلفك بيت وأبناء يحتاجون منك وقت وجهد، فالتمثيل هنا ما يعني يقوم بهذا الدور.